إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السعال الديكي. مرض السعال الديكي عبارة عن عدوى ناتجة من البكتيريا، ويتميز بمتابعة دون أخذ نفس خلالها. أيضا تنتهي بشهيق له صوت يشبه سعال الديك. والسعال الديكي طبعا موجودة المطاعيم الخاصة فيه، طبعا مرض شائع جدا يمكن الوقاية منه. طبعا تكون هذه الكحة ناتجة في العادة عن تورم في الجزء السفلي من الحلق، طبعا ناتجة عن كحة مصاحبة صفير. أيضا الرئتين الذي يمكن أن يكون نتيجة مرض الربو أو التهاب فيروسي أو وجود عائق في الجزء السفلي من الجهاز التنفسي. والعديد من أنواع الكحة سواء أثناء الليل أو النهار في حالات الرشح أيضا ممكن تكون بسبب هذه الأمراض. ممكن أيضا قد يرجع إلى الإنفلونزا، يمكن أن يسيل أيضا المخاط إلى الحلق، حلق الطفل ليلا. وأيضا بسبب بعض من أنواع البكتيريا الخطيرة تم تشخيصها في المختبرات. وأيضا يسبب سوء الكحة في الحلق، ممكن يسبب جروح في الحلق. هذا يمكن أن يكون أيضا مشكلة كبيرة جدا وعائق أثناء النوم، نوم الطفل. أيضا الكحة الناتجة عن الربو تسوء أيضا في الليل بسبب هذا المرض المصاحب للربو، لأن المجاري الهوائية تميل لأن تصبح أكثر حساسية للمثيرات أثناء الليل. أيضا الهواء البارد أو النشاط يمكن أن يجعل الكحة تسوء خلال النهار. إذا كان الطفل نشط وكان مصاحب لهذا المرض ممكن يحدث مضاعفات أكثر. أيضا الكحة النهارية ممكن أن تسبب مضاعفات مع هذا المرض. أيضا ننصح الأم أنها تحرص على خلو منزلها من العوامل التي تزيد من سوء الكحة عند الأطفال، سواء كان في النهار أو في الليل، مثلا النباتات التي تكون مصاحبة لبعض الأمراض أو الدخان أو السجائر أو القبار أو وبر الحيوانات المتطاير. كل هذه ممكن تسبب أثار كثيرة على رئة الطفل والإنسان بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.